محمد صلاح اللي احنا مش هنكتفي باهدافه لكن اعلانه اللي انا مسكت فيه بتاع مكافحه الادمان، انت اقوى من المخدرات. لو معانا تليفون دلوقتي من الحالات اللي هتنضم الينا ممكن نكلمه لو جاهز، ونشوف احد المتعافين وتشوفوا كلمه محمد صلاح انت اقوى من المخدرات. انضم للقافله بتاعتنا، وبحيي كل واحد بيبعت على الصفحه عندنا وبنحولها وبنبعتها لصندوق مكافحه الادمان، ونحاول نكلم السيد عمرو عثمان يقول لنا احصائيه على اللي تم في عام 2017. انت اقوى من المخدرات، ابتدي العام الجديد وانت واقف على رجلك رافع راسك لفوق. معكش فلوس وبتسلف وبتسرق عشان تاخد مخدرات يا اخي بطل، شوف الكفاح شوف النجاح. انا بحيي صندوق مكافحه الادمان سيد عمرو عثمان، لما بشكره بشكر الصندوق والاطباء وكل المستشفيات اللي اتعاملت معانا او مع الناس اللي دخلت بشكل مباشر على صندوق مكافحه الادمان. سيد عمرو عثمان بقول لك اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. في بدايه عام جديد تقول لنا ماذا تم في عام 2017، احصائيات كم واحد في مصر من اهل بلدي اتعالج ورجع بقى سليم؟ حياتي حضرتك يا فندم، وبشكرك على مبادرتك في يعني دعم الصندوق وتشجيع الشباب على التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. ده واجبنا وده دورنا، يعني ده دورنا ودور الاعلام، واللي احنا شايفينه في الشارع نصه بلاوي ونصه مخدرات. فيعني انا بحييكم على دوركم وربنا يقويكم، بس تقول لي ارقام كده عشان نفرح سوا بيها. يعني احنا فندم في حصاد 2017 تقريبا تردد علينا ما يقرب من 104 ألف مريض ادمان. 104 ألف دول اللي راحوا، يبقى في كم واحد بقى ما راحش بقى حضرتك في الاول كده؟ حوالي كم واحد مدمن؟ يعني عندنا نسبة الادمان تقريبا حوالي 2%، من الفئة العمرية من 15 ل 60 سنة، يعني حوالي 2.5 مليون. يعني لكن خليني اقول لحضرتك ان 104 ألف ده رقم كبير جدا. طبعا طبعا بحييكم، ويعني الحقيقه الاعداد بتزيد، وكمان عايز اقول لحضرتك ان 8% من اللي تقدموا اناث، وده بالنسبه لنا خطوه مهمه جدا، لان احنا في الفتره الاخيره كان في اكتر من قسم تم افتتاحه لعلاج السيدات، والحقيقه كان في قسم مهم جدا في مستشفى المعادي العسكري لعلاج الفتيات. تمام. وفي برامج متخصصه ليهم، وده شجعهم بشكل كبير جدا على العلاج. يعني عاوز ارجع بس حضرتك رقم البنات، يعني في اكثر من 8500 فتاه اتعالجوا السنه دي، فتاه او سيده او بنت. بالظبط اتعالجوا، ده رقم كبير قوي. يعني في 8000 اسره مغيبه ما عرفوش ان بناتهم مدمنه، وكمان يمكن ما عرفوش ان هم بيتعالجوا كمان. يعني احنا دايما يعني البعض بيفتكر ان المخدرات دي مشكله ذكوريه، ولكن الحقيقه لا، عندنا مشكله مخدرات ايضا ما بين الاناث وما بين الاطفال زي ما حضرتك عارف، واحنا استقبلنا اكتر من حاله من خلال برنامج حضرتك. تمام. خاصه بالاطفال. تمام. خليني اقول لحضرتك ان ما زال الترامادول على عرش المواد المخدره الاكثر انتشارا في مصر. ترامادول اقول لحضرتك بنسبه 30% تقريبا. لكن المهم كمان اللي احنا عايزين نقول ان 23% من اللي تقدموا لنا كانوا عايزين يتعالجوا من مخدر الحشيش، وده بيفند المزاعم اللي بتقول ان الحشيش مش ادمان، وان المخدر الحشيش ده مخدر خفيف مفيش اي مشكله منه. لا، الحشيش ادمان. 23% من اللي تقدموا للعلاج كانوا بيتعالجوا من مخدر الحشيش. طبعا عندنا التحدي الاكبر اللي احنا محتاجين مراكز علاجيه في كل محافظه، ده اللي احنا بنسعى اليه في الفتره اللي جايه، ان ما يكونش في اي محافظه محرومه من خدمه العلاج المجاني للادمان. احنا عندنا كم مركز في انحاء مصر كلها؟ احنا حاليا عندنا 21 مركز على مستوى 12 محافظه. 12 محافظه، يعني انت محتاج لسه 14 او 15. احنا ان شاء الله في خلال عام 2018 ان شاء الله هيكون في 3 مراكز جديده بتدخل للخدمه، هيكون في مركز في مطروح، هيكون في مركز في المنصوره، هيكون في مركز في محافظه المنيا ان شاء الله. عظيم. انا طبعا بشكرك ودايما يعني بعمل مداخلات معاك عشان نصحي القضيه، لانها قضيه مهمه لتنميه الشعب المصري. لا صح ان هيبقى في مدن جديده مشروعات والشباب بينام، هيبقى مخدرات، دي مشكله كبيره. وبكرر شكر ليك لاستقبالك لحالات البرنامج، ممكن ابعت لك بقى بكره ملخص كده بالحالات اللي جات لنا مؤخرا. وحضرتك لو عاوز تضيف اضافه اخيره نقولها دلوقتي واحنا بنستقبل عام 2018، تقولها للشباب او تقولها لكل اب وكل ام.
يعني الحقيقه يعني انا بكرر، لازم اكرر شكري لحضرتك واقول لحضرتك ربنا يخليك. ربنا بالنسبه لنا الحالات اللي حضرتك بتبعتها طبعا يعني بتكون نافذه مهمه جدا، لكن خليني اقول لحضرتك ان انا رسالتي دايما للاسره مش عايزين ثقافه الانكار، خلينا ما نواجهش مشكله المخدرات او يكسفوا ويقول لك دي فضيحه اقفل عليها، لا طلع له النور خليه تعالج بالظبط. ولازم نعرف ان المدمن مريض محتاج علاج، محتاج علاج طبي، محتاج تأهيل نفسي، محتاج دعم اسري بشكل كبير، وبالتالي ثقافه الانكار بالنسبه لنا او الخوف من الوصمه المجتمعيه تجاه المدمن لا عمرها ما هتحل المشكله. محتاجين ان احنا نواجه، لازم ناكد ان 16023 هو الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. 16023 مظبوط 16023 المرة الثانية، اتصلوا مباشرة على صندوق مكافحة الإدمان أو خش على صفحتنا عشان نبقى احنا يعني للتوصيل فقط مع صندوق مكافحة الإدمان، اللي بشكرك وبحييك. ولو حضرتك عاوز تقول لي حاجة في الختام يعني. لا أنا بس بأكد على مجانية الخدمة، وإحنا موجودين على مدار الساعة، خلال 24 ساعة تقدر الأسرة تتصل سواء للمشورة أو لطلب العلاج. بشكرك سيد عمرو عثمان، بشكر فريق العمل اللي معاك كلهم اللي شفتهم اكتر من مره، بشكركم للسريه وبعتنا اطفال كثيره وبعض الحالات الصعبه جدا، بشكر صندوق مكافحه الادمان. فعلا في حاجه جميله في مصر، فعلا احنا شفنا ده رؤيه العين، مجانا بلاش، بيعالج في صمت في هدوء، محدش يعرف اي حاجه. فانت بقى تحمس وما تتكسفش، ما تقفش على نفسك، ولو انت شايف ابنك كده حالته غريبه قرب منه واعرف المصيبه فين، وابعت لنا او ابعت 16023 ولا خش على صندوق مكافحه الادمان عشان ما تسيبش ابنك كده. طبعا في مساحات خاصه بتشتغل بشكل كويس، في ناس ثانيه شكل سيء، لكن يهمنا ان احنا بنقول لاولادنا نبدا حياتنا ما تسيبوش كده.